النووي ابن حجر لو شدد الإنسان وشدد سيقول بأنهما أشعريان، أما إلى الجهمية فهذا قول بعيد، وقعت لهما بعض الزلات والمخالفات يبينها العلماء ولا يرضونها، فيقول بعضهم وقع في الأشعرية أو عندهما أشعرية، وكذلك زلت التوسل والتبرك بذوات الصالحين ونحو ذلك، ومع ذلك عندهما من الخير الشيء العظيم، فيستفاد من كتبهما ويحذر من هذه الزلات. أما القول بعدم الاستفادة من كتبهما فقول لم يوافق عليه أحد من العلماء، ما زال العلماء يستفيدون من كتبهما فيما وافق الحق ويحذرون من الزلات، إنما جاء هذا الأمر عن الحدادية ومن تأثر بهم. ومن دخل في الحافظ بن حجر والنووي والشوكاني والمازري غالبا يروح وإذا به يهجر أهل السنة ويتنكر لهم، ويصبح ما يرى في العالم من السلفيين إلا هو ثلاثة معها وأربعة، يعني مشكلة هذه والله. بعضهم كأننا نلتقي بهم في بعض المناطق ودخلت عليهم هذه الشبهة، ثم رأوا بعض الكتب لنا ولغيرنا ننقل عن النووي عن الحافظ بن حجر، وإذا بهم قالوا أهل دماج ما تعلموا العقيدة الصافية، وانخنسوا في أنفسهم وذهبوا، والله ما ندري ماذا صنعوا. فالشاهد ما زالت اللجنة الدائمة ومن إليها، وما زال المشائخ والعلماء من بعد النووي ومن بعد الحافظ بن حجر يستفيدون من كتبهما ويحذرون من زلاتهما، وفي المقابل تجد الحزبيين يدعون إلى الاستفادة من كتب سيد قطب وحسن البنا، يقولون كما تستفيدون من كتب الحافظ بن حجر والنووي يستفيدون من كتب سيد قطب وحسن البنا، لا سواء، هؤلاء هذان عالمان جليلان وقع في زلات، أما هؤلاء إن أحسن الظن بهما فهما جاهلان، ما بالك بالأقوال التي صدرت عنهما وبالجهل المطبق، بالجهل المطبق. لو نظرت إلى كتاب الأخوان المسلمون أحداث صناعة التاريخ لمحمود عبد الحليم تجد عندهم عبادات لا في الكتاب ولا في السنة، يعني سمر على كذا ليلة ماذا جاء مجلس التكوين، عبادة مدري إيش، وأذكار ليست في الكتاب ولا في السنة، وأدعية ليست في الكتاب ولا السنة، واجتماعات ليست في الكتاب ولا السنة، أمور كثيرة. ماذا تأخذ منهم؟ ماذا تأخذ من رسائل حسن البنا غير الضلال؟ ماذا تأخذ من كتب سيد قطب غير الانحراف والتكفير؟ أما هؤلاء الأصل في كتبهما أنها كتب علم، خذ الحق وبين الزلة. انظر إلى فتح الباري، قال فيه الشوكاني لا هجر بعد الفتح، لا هجر بعد الفتح. وكذلك شرح المنهاج على صحيح مسلم بن الحجاج، شرح المجموع، شرح المهذب للنووي، إلى غير ذلك، روضة الطالبين، كتاب رياض الصالحين، الأربعون النووية، الأذكار للنووي، تجد أنهم ينكرون على أهل البدع ويردون على أهل البدع ويحذرون من أهل البدع، وإذا بان لهم الحق في مسألة من المسائل يردون حتى على الأشاعرة. الحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري في كثير من الصفات يرد على الأشاعرة، يرد على المعتزلة، وفي باب الإيمان ينقل كلام أهل السنة ويؤيده وينصره، إلى غير ذلك، فالله المستعان. وأسوأ من ذلك أيضا الطعن في الشيخ الألباني بأنه جهمي وتارة يقول المرجع، مع أن الشيخ الألباني ما سلم من الخوارج، الخوارج يسموه مرجع والمرجع تسميه خارجي، وما سلم من جميع أهل البدع، كم له من تحريرات في بيان منهج السلف، ورد على المعتزلة، ورد على الجهمية، ورد على الخوارج، ورد على المرجئة، ورد على الصوفية، ورد على الرافضة، ورد على الحزبية، كم للألباني من جهود عظيمة، ويأتي واحد قد ملئ
بالسفه يقول لك الألباني جهمي، وبعضهم يقول الألباني مات ما قد عرف الإسلام. قول الحجي عبد الرحمن الحجي ذاك الذي في قطر يعني يقول الألباني مات ما قد عرف الإسلام. على من ينفق هذا الكلام؟ مكتبة كاملة للألباني فيها من الأحاديث الآلاف، وكم له من الاختيارات الفقهية، وكم له من الفتاوى، وكم له من المحاضرات في العقيدة وفي التوحيد، وكم له من الجهود في نشر السنة، ويقول مات ما قد عرف الإسلام. نعوذ بالله من يعني البغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، والله هذا بغي شديد. قل زل في مسألة يا أخي، ما أحد يسلم من الزلل، يعني أفتى بفتوى خاطئة ما أحد يسلم، لكن أن تقول جهمي ومات ولم يعرف الإسلام، أو تقول مرجع، كم له من الردود على أبي حنيفة وعلى حماد بن أبي سليمان وعلى المرجع. والله المستعان، ما سلم أحد من العلماء من الطاعنين فيه. والله لا الألباني سلم، ولا ابن باز سلم، ولا ابن العثيمين سلم، ولا شيخنا مقبل سلم، ولا غيرهم من الأحياء سلموا. شيخ ابن باز عند كثير من العامة ممن تأثروا بالحزبيين والمنحرفين عالم سلطان. مرة عبد المجيد الريمي عمل خطبة جمعة في صنعاء، خرج الناس يلعنون ابن باز لأنه ثورهم عليه وأنه عالم سلطان وعالم حكومة ومداهن. يعني فانظر إلى مثل هذا البغي. الشيخ مقبل يقول فيه بعضهم شعرا: يا بوق حسني بل وبوق معمر، يا خادم السلطان بل ومناصره. الشيخ مقبل كان يكفر معمر القذافي، وهذا يقول بأن بوق معمر القذافي وبوق حسني مبارك وخادم للسلطان ومناصر للسلطان. مثل هذا ويش تقول له؟ انظر إلى كتاب المصارعة وشدة الشيخ مقبل على المخالفات الشرعية سواء الصادرة من الحكومات أو غير الحكومات. انظر إلى كتاب ماذا المخرج من الفتنة، انظر إلى كتاب البدع والحوادث، انظر إلى كم كتب الشيخ مقبل. آية غارة الأشرطة في الرد على أهل الجهل والصفصطة وهو معنون هناك: كفرنا بالديمقراطية. ويأتي يقول له خادم سلطان. الشيخ مقبل ويدعي من يصدق فيه هذا الكلام. فلا تصدقوا ما يلقى في الآذان والأذهان من الطعن في علماء الإسلام. ألف بعضهم في زمن ابن تيمية بعد موته كتابا في كفر من قال بأن ابن تيمية شيخ الإسلام. يعني انظر إلى البغي، من قال في ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. مثل هذا ماذا تقول له؟ ألف ناصر الدين الدمشقي كتابا في بيان العلماء الذين سموا ابن تيمية بشيخ الإسلام، مجلد نحو هذا، ذكر العلماء الذين سموا شيخ الإسلام. وهذا الجريء يسميه من سمى شيخ الإسلام كافر. فلا تلتفتوا إلى مثل هؤلاء. انظروا إلى علمائكم في كل زمن وحين أين هم، وخذوا بغرز العلماء. سيأتي لك واحد من المبتدعين الضالين يقول انظروا كيف يدعون إلى التقليد، هؤلاء مقلدة، ونحن والله نبغض التقليد وندعو إلى الكتاب والسنة. لكن العلماء أبر الناس قلوبا وأفهمهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلنأخذ بسيرهم ولنفهم الكتاب والسنة ونستعين بفهمهم. فالله عز وجل يقول: سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقولي نأخذ بسيرهم أي في ما ساروا عليه من موافقة الحق، موافقة الصواب، موافقة الكتاب والسنة. وإلا كل يأخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك. لكن لابد أن يكون للعالم منزلته وقدره وقيمته. لما كنا في دماج كان الشيعة يقولون يحى الحجوري عميل لليهود، عميل لليهود، وله اتصال برابين وله اتصال بشامير، ومن هذا الكلام كتبوه حتى في الصحف. لما خرج فار بدينه إلى أرض الحرمين قالوا عميل للسعودية. خرج من أرض الحرمين إلى مارب لتدريس الناس قالوا عميل للإمارات. وهكذا تجد الجهال والأغمار والمبتدعة لا يرعون عن اتهام أهل السنة بهذه التهم.
ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا؟ هكذا يقول ابن الوزير. قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ساحر كاهن مجنون، ما تركوا تهمة إلا وقالوها فيه، اضطربوا فيه اضطرابا عظيما، وهكذا يضطربون في أهل السنة.